لمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي. مرحبا بك أستاذ أسامة في هذا النقاش. ما هي قراءتكم لمخرجات هذا البيان، خاصة أنه يعني لا يتضمن فقط مصر واليونان وقبرص كما هي العادة حين يتعلق الموضوع بهذه المنطقة في البحر المتوسط، لكن أيضا أضيفت لهم الإمارات وفرنسا؟ أيوة، تحياتي لحضرتك. أولا عايزين نقول بداية هذا بيان مهم له وزنه وقيمته على الصعيدين الإقليمي والدولي. أتصور أن تأثيره بالغ الأهمية لأنه بيواصل الضغط وضع الأمور التي تقوم بها تركيا في نصابها المعروف أنها دولة معتدية كالعادة. الدول الخمسة الحقيقة يعني أكدوا مجددا خلال هذا البيان على فتح النوايا التركية وأعمالها العدوانية سواء في منطقة الشرق المتوسط وليبيا. الأهم أنه تغادر تلك الضغوط دائرة الاتهامات وكشف النوايا إلى الاتجاه فعليا إلى وضع تصورات حاكمة لمواجهة تلك الأعمال العدوانية من قبل تركيا، في تصوري من خلال اللجوء إلى المؤسسات الدولية والأممية لتفعيل قراراتها وفرض عقوبات على النظام التركي، لأن النظام التركي لن يتراجع عن ممارسة أعماله العدوانية. يعني نحاول استغلال حالة الفشل اللي بيعيشها النظام التركي داخليا ومروره بأزمة اقتصادية خانقة الضغط عليه دوليا حتى يتراجع ويعيد حساباته مرة أخرى، لأنه لا تركيا في هذه الحالة لم تستطيع مواجهة الداخل لأنه فاشل داخليا بشكل واضح جدا، وسياساته الخارجية كلها سياسات تقريبا عدائية. طب ما هي الأوراق التي سوف تعتمد عليها الدول المختلفة، خاصة أنه ليست هذه المرة الأولى يعني التي يتم فيها الحديث أو التعليق أو يعني التنديد بالتصرفات التركية، لكن أيضا على مستوى المؤسسي الاتحاد الأوروبي كان له أكثر من موقف مندد. الحقيقة الاتحاد الأوروبي كان ليه أكثر من موقف واضح جدا. شفنا بمجرد خرق عملية برلين ماذا فعلت ألمانيا وماذا فعلت فرنسا، كادوا اتجهوا إلى فرض عقوبات على الإدارة التركية ومنعوا توريد الأسلحة إلى تركيا، وهذا أمر كان غاية في الأهمية. ومع هذا لم يمتثل النظام التركي لمثل هذه العقوبات وبحث عن السلاح من مناطق أخرى. لكن أنا بتكلم في التوقيت الحالي، الإدارة التركية في حالة عزلة واضحة، يمكن استثمار هذه الحالة من خلال أو من خلال تصور العمل وفق رؤية دبلوماسية مع الإدارات الكبرى، خاصة الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية هي القادرة على قهر نظام أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية، لأنه هذا الأمر من وجهة نظري غاية في الأهمية، لأنه هيعيد النظام الفاشل الاستبدادي في تركيا إلى صحيح الطريق مرة أخرى. لأنه تركيا في تقديري من خلال متابعتنا جميعا أظن الأمور واضحة أنها تحاول بقدر الإمكان العمل بشكل انتهازي واستغلال الفرص. هي تستغل أن العالم منشغل الآن في مسألة أزمة كورونا، كل دولة طبعا تحاول أن تدافع هذا الوباء الذي تفشى بشكل كبير جدا، إلا دولة تركيا هي تستثمر هذا الوباء لمحاولة الاعتداء على الدول الأخرى. أظن هذا الأمر واضح جدا، وشفنا طبعا الآلاف من المرتزقة سواء من سوريا أو من بلدان أخرى غير سوريا انتقلت إلى ليبيا في الفترة الأخيرة. نعم، مستغلة انشغال العالم في محاولة مكافحة هذا الوباء. ده يأتي في الوقت اللي تركيا لا تفعل أي شيء، أو النظام التركي، خلينا نبقى محددين، النظام التركي
لم يفعل أي شيء لمواجهة هذا الوباء. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة، وضحت الفكرة أستاذ أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك.